26/7/2012 مدينة الرستها. هي اصلا حدك يا بشار بالطيران هيك 23 عم بضربنا بالطيران. ايمتى هذا؟ ايمتى هذا؟ ايمتى صار الحكي هذا؟ هي هلا من تو ضربنا بالطيارات الحربية، الأطفال والنسوان عم بالحارة، في عالم انصابت، في عالم استشهدت. الله أكبر عليك، ما في لا إغاثات، ما في معونة، ما في أكل، ما في شرب. الرسم منكوبة معوناته، قذائف والصواريخ بدل الطعام. الرسم منكوبة بشكل كامل، لا يوجد فيها لا طعام، لا كهرباء، لا ماء نهائيا. والإصابات كانت هلق من تو هون، في عدة إصابات، منهم من استشهد، منهم من الجرح. الله أكبر عليك يا بشار، حتى المدارس لم تسلم منهم المدارس. هم يدمرون العلم ولا يريدون أن يطعموا. هاي إصلاحات يا خيي، هاي إصلاحات بشار. بالطيران ميك 23. الله أكبر عليك. في كان أطفال، في كان نساء. كان في أطفال ونساء هوني، في منهم صاوبهم. شي ساعتين ونحن عم نطالعهم من تحت الأنقاض. حول قوة إلا بالله العلي العظيم. رستن 26/7/2012. الله أكبر، الله أكبر عليك يا بشار. بدنا إغاثة، بدنا معونات، ما في لا معونات، ما في لا أكل، لا شرب، لا كهرباء. وين العالم؟ وين العالم؟ عم نضرب الشعب السوري بالطيران يا ناس، وين العالم؟ الله أكبر عليك يا بشار. هاي المدرسة، الله أكبر. هاي المدرسة تم استهدافها اللي انضربت كمان، حتى المقاعد، لا حول ولا قوة، حتى تاخذ الغرفة اللي بعدها كمان. هاي مدرسة العلم اللي بدنا نتعلم فيها كيف بشار الأسد عم يقصفنا بالصواريخ.